بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المحاضرة التاسعة في دورة تصميم الإضاءة. هنتكلم عن مقارنة بين مصابيح أو اللمبات الليد مع الأنواع المختلفة. يبقى احنا هنعمل أو هنشوف الليد لام ومقارنتها بالأنواع المختلفة. طبعا الناس عارفة إن مصابيح الليد تعتبر طفرة في عالم الإنارة، وليد طبعا ثلاث حروف كابيتال معناهم لايت اميتنج دايود. لايت اميتنج دايود يبقى هو بيستخدم تقنيه او خاصيه الدايود في عمليات الاناره، والكلام ده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. هنا بيبقى في شريحه الكترونيه بتحتوي على الليدات او الدايود، هي اللي بتبدا تطلع الاضاءه. طبعا الضوء الناتج من شريحه الليد، طبعا لو انا بستخدم بعد استخدام الناشر مناسبه، بتبقى في اجهزه الاناره. طبعا الليد من اهم مزاياه ان هو الكفاءه بتاعته عاليه بتصل الى 90%، ودايما في تحسن مستمر. الحجم صغير جدا مقارنه بالكشافات او اللمبات الثانيه، مناسب للاناره العامه والاناره المركزه. الميزه الخطيره بتاعته ان العمر الافتراضي او اللايف تايم بتاعه يصل الى 50,000 ساعه. ده بيخلي الصيانه تقريبا مفيش، يعني ممكن اعمل له صيانه كل 15 عام او اكثر. مفيش حراره لا تتولد منه حراره، يمكن اعتامه ان انا بستخدم خاصيه الديمينج او الدامبل. له درجات حراره متنوعه بين الابيض الدافئ الى الابيض البارد. درجات الالوان بتاعته متنوعه. الكالر ريندرنج بتاعه بيصل الى 95%، دي خصائص مميزه جدا للليد. من عيوب الليد ان السعر بتاعه مرتفع. طبعا من عيوبه كمان ان اليومن اللي بيطلع من اللمبات الليد بيبقى صغير. خلينا نبدا نعمل مقارنه بين اللمبات الليد وباقي الكشافات اللي احنا شفناها في المحاضرات السابقه، زي كشافات الهالوجين والميتال هالايد والفلورسنت والكومباكت فلورسنت او الفلورسنت المدمج. من حيث الافيكاسي، الافيكاسي اللي هي كفاءه المصباح، تمام، بنلاحظ ان هنا الليد له افيكاسي عاليه بتصل الى 90%. طبعا الافيكاسي في الفلورسنت برضه عاليه 95%. من ناحيه البريق البريليانس، طبعا بيبقى هنا البريق بتاعه ممكن يديني بريق فهو مناسب، اما الفلورسنت لا يوجد فيه بريق. من حيث الاناره المركزه او الاكسنت فهو برضه مناسب، طبعا الفلورسنت غير مناسب للاناره المركزه. الديمابول فهو برضو الفلورسنت اللمبات الليد ديمابل اقدر اتحكم فيه شده الاضاءه بتاعتها. اللايف تايم زي ما احنا شايفين اعلى لايف تايم في الجدول اللي هو 50,000 ساعه، ودي من اهم المزايا الخاصه بمصباح الليد. من حيث درجه حراره الالوان او الكالر ريندرنج، قلنا الكالر ريندرنج بتصل الى 95%. طبعا لو انتم فاكرين اعلى ريندرنج بيبقى في الهالوجين، بيديني درجه حراره او بيديني درجه تمييز لون عفوا قريبه جدا من درجه تمييز لون الشمس. طبعا هنا ال 95 ده مقدار كبير في الكالر ريندرنج. الكالر تمبريتشر او درجه حراره اللون في الليد من 2700 الى 12,000 كلفن، خلي بالك ده بيديني كالر تمبريتشر عالي جدا. وبالتالي انا شفت في المحاضره دي اهم مزايا وعيوب اللمبات الليد، تعرفنا يعني ايه لمبات ليد، وشفنا مقارنه بين لمبات الليد واللمبات الاخرى. ونشوفكم في فيديوهات تانيه خاصه بالاضاءه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.